حصريا على الراديو 90-90. تغطية خاصة لحفل جوائز ACA جوائز السينما العربية مع فادي إبراهيم على الراديو 90-90. مستمع الراديو 90-90، متواجدين معاك بحفل ACA جوائز السينما العربية. تحياتي ليكم، فادي إبراهيم. لسه بنعرف أكتر وأكتر عن كواليس حفل ACA، وبنعرف إزاي ممكن ACA باعتباره الحفل الأول من نوعه في مصر والوطن العربي ممكن على مدار السنين اللي جاية يكون حاجة مهمة جدا لصناع السينما في الوطن العربي، وتكون كمان ليها الأهمية العالمية زي حفل الأوسكار. نتشرف دلوقتي بلقاء مع المخرج الكبير الأستاذ طارق العرياني. أهلا وسهلا بك، رحب بيك على الراديو 90-90، وبنبارك لك مبدئيا. احنا لسه مش عارفين مين اللي كسبان كأفضل فيلم، لكن نبارك لك ان حضرتك مشترك النهاردة بفيلمين، فيلم أولاد رزق وفيلم أسوار القمر اللي تأجل كتير، وكل ما بيكون معنا يعني اي حد من كاست الفيلم بيقول الفيلم تأجل كتير، بس مبسوطين ان هو النهاردة بيشارك في حفل ACA. هو للأسف انه يعني بقالي 10 سنين ما عملتش افلام، من 2004 يعني حوالي 11 سنة، ولكن حظ النجوم الفيلمين في نفس السنة للأسف فبينافسوا بعض. يعني هتحب الفيلم ايه يكسب؟ هو سؤال انا عارف ممكن ما يكونش ليه اجابة عندك، وهتقول ان الاثنين تعبت فيهم الاثنين افلام، بس مش عايز اجابة دبلوماسية. ايه الفيلم اللي لو كسب هتبقى مبسوط اكتر كافضل فيلم؟ يعني انا بوجهة نظري انه أسوار القمر هو فيلم ارتستيك، وتعمل فيه مجهود كبير جدا، ومحاولة من المنتج برضو ان هو يقبل يعمل فيلم زي ده. وانا كنت قايل له ان الفيلم ده تكاليفه كبيره، وهو فيلم الله اعلم لو هيبقى كوميرشال ولا لا. وطبعا فيلم ولاد رزق هي تجربه بالنسبه لي كانت مبنيه على ان انا اقدر ادخل فيلم بسرعه واصوره بسرعه وينزل بسرعه من غير ما يفقد الفليفر بتاع طارق العريان او الاتقان بتاعي. حابة أقول طبعا إنه الأفلام دي هي معايا تيم كبير ليهم مجهود يحترم، وناس دخلت بنفس الحماس بتاعي، بنفس الـ يعني بنفس فكرة المجهود، إن احنا هنعمل مجهود، مش مهم الوقت، مش مهم الفلوس، فسواء في الفيلم ده أو في الفيلم ده. تشرف دلوقتي بلقاء مع الفنان شريف رمزي، المرشح عن فيلم بتوقيت القاهرة لأفضل ممثل دور تاني في فيلم بتوقيت القاهرة. بنرحب بيك على الراديو 90-90 يا شريف. أهلا بيك وأهلا بكل المستمعين، وأهلا بيك، ومبسوط أن أنا معاكم النهاردة. فكرة الـ ACA أول ما عرفت بيها، أول ما تقلك أن هيبقى فيه حفل لتكريم وتوزيع الجوائز، حاجة كده شبه الأوسكار مثلا العالمي، فكرت فيه قلت هنعرف نعمل كده ولا لا؟ صعب علينا، إحنا مش هنعرف نعمل كده. يعني أنا مش متشائم، أنا دايما متفائل، فليه لا؟ يعني ليه ما نعملش، وليه ما تبقاش خطوة؟ ليه ما يبقاش عندنا جوائز مهمة وكبيرة وأساسية وبتدي لكل المجالات، مش بس التمثيل والإخراج والتأليف والأقسام الرئيسية، يبقى في موسيقى تصويرية وملابس وإضاءة وكل الحاجات وسبيشال إفكتس وميك أب وكل حاجة. يعني سعيد إن في جائزة زي دي بدأت في مصر، وسعيد بإن إحنا بقى عندنا احتفاليات كل شوية بتقول للعالم كله إن مصر أهو فيها ثقافة وفيها سينما وفيها فن وفيها مهرجانات وفيها وفيها وفيها. فلا انا مبسوط جدا بالجائزه دي، وفكره ان احنا نبقى في مرشحين واحد منهم يطلع. انا فعلا جاي وانا ما اعرفش مين هياخد الجائزه. انت مش عارف مين اللي هيكسب، مش هتتضايق لو انت ما كسبتش خالص، لان انا خدت جائزتين قبل كده على الفيلم بتوقيت القاهره، وجائزتين مهمين، مركز الكاثوليكي والمهرجان القومي. فوالله لو بقوا ثلاثه كان خير. فيلم مهم مع النجم الراحل نور الشريف. طبعا فيلم مهم واساسي، ولولا الاستاذ نور ما كناش كلنا بالفيلم دخلنا وخدنا الجوائز دي وشاركنا بالمهرجانات الكبيره دي. من حفل توزيع جوائز السينما العربية حفل ACA برعاية الراديو 90-90، تحياتي ليكم فادي إبراهيم. بنقابل كل النجوم اللي موجودة، نجوم مش بس بيشاركوا في الأعمال السينمائية كممثلين أو كصناع للسينما، كمان معانا مطربين مهمين جدا جايين يحيوا حفل ACA النهاردة، جايين يشاركوا زمايلهم ويحتفلوا بفوزهم النهاردة. معانا النجم الجميل محمود العسيلي، بنرحب بيك على الراديو 90-90. ازيك، أخبارك إيه؟ كله 100 100. وحشني. وانت كمان. حفل ACA كفكره شايفها ازاي في الاول كده؟ انا شايف فكره هايله،
وشايفها ان هي لو اتعملت بطريقه اللي هي معموله بيها دلوقتي انا منبهر بالشكل وبالمنظر. يا رب كمان يكون التنفيذ على نفس المستوى هنقدر ناخد السينما العربيه في حته تانية خالص. انت النهارده موجود عشان تحيي الحفله كمان ويعني هتشارك زمايلك، بتفكر مين هيفوز افضل فيلم؟ مهتم يعني عرفت مين المرشحين؟ طبعا عارف المرشحين وانا شفت كذا فيلم منهم. اتمنى الفيلم اللي يفوز يكون مش فيلم جماهيري، يعني يكون فيلم معمول سينمائيا بشكل هو اللي يستحق ان هو يفوز فيه. الفترة اللي جاية ممكن نلاقي النجم محمود الياسين مركز اكتر في اغاني للافلام علشان بيتم ترشيحها في حفل مهم زي الاس اي كافضل اغنية خاصة بفيلم. يا ريت، نفسي طبعا، والحتة دي انا بحبها كمان لان انا بحب يديني موضوع واكتب عليه او اعمل عليه اغنية، فمتحمس للموضوع ده جدا. ان شاء الله يلا السنة الجاية بقى غالبا عايز اكسب. دلوقتي موجوده معانا الفنانه الجميله عبير صبري، بنرحب بيكي على الراديو 99. اهلا بيك واهلا بكل مستمعين 99 وانا اولهم لان انا من مستمعينكم. ده يشرفنا. خلينا نعرف كده ان عبير صبري ايه اول حاجه لفتت نظرك؟ شايفه ان التنظيم كويس مرضي بالنسبه لك؟ اولا انا مبسوطه بالفكره في حد ذاتها انه يقام مهرجان تاني غير مهرجان السينما، غير مهرجانات اللي موجوده طول السنه للاحتفاء بالاعمال الفنيه المهمه، فده في حد ذاته يعني شيء بيدي انطباع انه في ثراء في الحركه الفنيه وانه الحركه الفنيه مستمره وموجوده وليها مهرجانات تانية حتى غير المهرجان الرسمي، وهو مهرجان خاص بس واضح من شكل كل حاجة انه مترتب بطريقة حلوة قوي. فأتمنى ان شاء الله، شايفة نجوم كتير جدا منورين مهرجان، أتمنى انه هو ينجح في دورته الأولى ونحضره كل سنة ان شاء الله. السنة جايب عندي فيلم النهاردة. انت مش عندك فيلم، مش بتشاركي بأي فيلم في الجوائز، لكن جاية ومبسوطة عشان تشاركي زمايلك. طبعا اكيد، يعني فكرة انه عجلة الإنتاج بتدور وإنه في أفلام وإنه في مسلسلات وإنه في شغل وإن الناس بتشتغل وإن كل جيل مش واقف ومش متوقف، دي في حد ذاتها أنت بتحمي الصناعة دي. دي صناعة مهمة جدا، ما ينفعش في يوم من الأيام، كنا بنقول قبل كده عندنا صناعة القطن وعندنا السياحة بدأ يبقى عندنا مشاكل، هنبدأ يعني نقول إنه حتى صناعة الفن فيها مشكلة، هتبقى دي مشكلة كبيرة. فعشان كده احنا بنقول يا رب المهرجانات تزيد والأعمال تزيد وكل الأجيال تشتغل وكل الناس تشتغل. شرف دلوقتي بلقاء مع الفنان محمد ممدوح، وبنرحب بيك على الراديو 99. أهلا وسهلا بيكم. فكرة الـ ACA في الأول كده لما اتحكى لك عليها حسيت الموضوع عامل إزاي؟ حسيت إن إحنا نقدر نعمل حاجة مهمة زي الـ ACA ننافس بيها كل المهرجانات العالمية؟ بص، أنا رأيي إن أي حاجة بالتنظيم والتركيز والشغل اللي بجد هتتعمل إن شاء الله بعون الله، يعني نتقي ربنا في شغلنا بس وننظم صح وإن شاء الله نعمل حاجة تشرف، وده أملنا يا رب. إحنا جايين كلنا عشان ندعم حاجة تشرف بلدنا بإذن الله. حصرياً على الراديو 99، تغطية خاصة لحفل جوائز ACA جوائز السينما العربية مع فادي إبراهيم على الراديو 99.